قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وأنه ليس أن الآية تدل على أنه ليس شرطا أن يعذب الظالم في الدنيا، فكيف والحديث يقول اثنان يعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالد؟ ليس لفظه هكذا، إنما لفظه ما من ذنب أجدر أن تعجل لنا العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. فقوله أجدر لا يعني لزاما، لا يعني لزاما، يكون أغلبياً.